طمنينا بشيء غير ونس. سلامتك يا سعد. استاذ مروان، خبر كل الموظفين انه القرارات ما بتصدر الا مني انا وبس بالشركة، واتصل بشادي وقل له يرجع على شغله. حاضر، اعتبري كل شيء تنفذ، بس بدي اياك تعرفي انه انا كثير مبسوط، كثير مبسوط لانك رجعتي وصرتي انت المديرة وانت المسؤولة عن كل شيء، لانه برأيي وانا متأكد من هالشيء انه ما حدا بدير هالشركة وبترجع بتنجح الا انت. ان شاء الله بترجع مثل ما كانت على ايام المرحوم بابا. ان شاء الله خير، ان شاء الله. تفضل على شغلك، اذا عزتك انا برجع بنادي لك. طيب بالاذن. اذنك معك. أهلين أبو طارق. صباح الخير. قالت للسكرتيرة إنه بدك إياني. هلا أنا جيت، مع إنه المفروض إنه أنت تجي لعندي. وليش بقى بدي أجي لعندك؟ أنا مدير عام الشركة. أنا مديرة الشركة، وأنت واحد موظف عندي أبو طارق. أنا ماني موظف عندي، أنا شريك قوي وإلي قراراتي وكلمتي. قراراتك بطلوا ماشيين مثل الأول. من أيمتى؟ من هلأ. كل القرارات بتاخدهم مني أنا وبس، أنت وكل الموظفين اللي معي بالشركة. الشركة مش لإلك لوحدك، في أنا وفي إخواتك شركة معك، وكلنا بناخد قرارات سوا. ما في معي ولا شريك بالشركة، أنا المالك الوحيد لكل هالأسهم اللي موجودة هون. اوكي. كيف هيك؟ من لما كتب وصيته المرحوم بيي وسجل كل شيء باسمي لإلي. امتى؟ من سنتين تنازل المرحوم بابا عن كل املاكه